يقول هذا السائل يا شيخ: ما القول الراجح في صلاة الفرد خلف الصف، وهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة للأحاديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. والله لو عاد ميت إلى الدنيا أحب بك من أمك. من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. لا يصلي الله لا ينظر إليه. يجوز لكم السكوت. قال: مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي.